regulation of blood glucose. احنا عارفين معدل الجلوكوز في الدم، لو الانسان صايم يبقى معدل الطبيعي بتاعه في الدم من 70 ل 110 ميلي جرام بير ديسيليتر. طيب بوست برانديال يعني بعد الاكل بساعتين بيبقى 70 ل 140 ميلي جرام بير ديسيليتر. في عندنا كمان راندم، يعني اجي في اي وقت في اليوم اخد عينه وافحصها واشوف نسبه الجلوكوز او كميه الجلوكوز فيها قد ايه، فالمفروض ان هي برضو الراندم سامبل المفروض ان يكون نسبه الجلوكوز فيها من 70 ل 140. قال لها طب مين اللي بيحافظ لي على المعدلات دي شبه يعني ثابته؟ العمليه مش اي كلام، لا ده انا في عندي هرمونات هي اللي بتتحكم في معدل الجلوكوز في الدم. بمعنى ايه؟ بمعنى بعد الوجبه مباشره بتبقى نسبه كميه الجلوكوز عاليه في الدم، فاحنا عايزين نحافظ عليها في المعدلات الطبيعيه، فيبقى عندي هرمون مسؤول على انه يخزن الجلوكوز ده في الخلايا. طب لو زاد عن احتياجها يروح مخزنه على هيئه جلايكوجين في الكبد والعضلات. طب لو زاد اكتر من كده يبدا يحوله لدهون تروح تتخزن في الخلايا الشحميه. الهرمون ده اسمه الانسولين. خلاص نيجي وقت في فاستنج، مفيش أكل داخل الجسم، كمية السكر في الدم قليلة، يقوم الجسم يفرز هرمون اسمه جلوكاجون. الهرمون ده بيتفرز من الألفا سيل أو بنكرياتيك آيسلت اللي هو من البنكرياس. يقوم يعمل إيه الهرمون ده؟ طب أنا معدل السكر في الدم قليل وإحنا عايزينه في المعدلات الطبيعية، يقوم يروح يشوف النسب الجلايكوجين اللي موجود في الكبد ويتفك تحت إشرافه لإيه؟ لجلوكوز، ويطرح الجلوكوز ده في الدم، فنسبة الجلوكوز في الدم يزيد يرفعه. يبقى أنا عندي هرمونات بتخفض أو بتحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم بأنها بتخفض وجوده، وفي معدل في هرمونات تزوده عشان تحافظ ايضا على هذه النسبة الطبيعية. يبقى الريجوليشن اوف بلاد جلوكوز ده بيتم تحت مجموعة من الهرمونات، ومفيش امتحان بيخلو من هذا السؤال. مين هما؟ عند الانسولين، الادرينالين، الجلوكاجون، الكورتيزول والجروث هرمون. يبقى عندنا خمس هرمونات بيتحكموا في البلاد جلوكوز. الانسولين ده secreted into the blood by beta cell of isolates of Langerhans of pancreas. بيتفرز من البيتا سيل من جزر لانجرهانز في البنكرياس، وزي ما قلت لكم شغلته انه بيخفض معدل الجلوكوز في الدم عن طريق انه بيدخله الخلايا، عن طريق بيحوله لجلايكوجين او يتحول لدهون. الادرينالين ده بتفرزه الادرينال ميدالا. طب الجلوكاجون بيتفرز من البنكرياس لكن من نوع خلايا مختلف اللي هي الالفا سيل. الكورتيزول ده بيتفرز من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. يبقى انا عندي الادرينالين ده بيتفرز من ادرينال ميدالا، والكورتيزول بيتفرز من الكورتكس اوف ذا ادرينال جلاند. جروث هرمون ده سيكريتد فروم ذا بيتيوتري جلاند، والهرمونات دي مجتمعه بتحافظ على معدل الجلوكوز في الدم في المعدلات الطبيعيه بتاعته. هو لما نيجي نعمل لواحد صايم 8 ساعات مثلا متوسط 8 ساعات، فلاقي انه السكر بتاعه من 70 ل 110، ده معدلات طبيعيه ميلي جرام بير ديسيليتر. طبعا الادرينالين بالنسبه للبوست برانديال بعد الاكل بساعتين او بعد الوجبه بساعتين، يكون في الوجبه كربوهيدرات، نلاقيه 70 ل 110. لما اخده في اي وقت من الاوقات مفروض اللي هو الراندوم سامبل، فممكن ألاقيه من 70 ل 110، ودي المعدلات الطبيعية بتاعته.